بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بإذن الله باش نطيبوا شوربة فريك أو شوربة عربي ولا دشيشة، كل واحد يسميها بتسميات معينة، اللي هي متكونة من الشعير المفور ولا المطبوخ، والمفور أكثرية والمرحي، هذه الشعير، هذه الشوربة بتاعنا متكون. هذه اليوم وجبتنا إن احنا شوربة الشعير أو فريك أو كل واحد كيف يسميها. هذه الشوربة هي المكون الأساسي. نجم نطيبوها كما شفتوا بالدجاج، باللحم، بأي حاجة، معناها عظام، أي حاجة نعملو بها. الضروري متاعها عنا حمص منقوع، عنا الكلافس، البصل، الثوم، المعدنوس، والفلفل الأحمر، والطماطم، والزيت، والحوارات، الملح، الفلفل الأكحل، التابل، والكروية، الكركم. أول حاجة نقوم بها ناخذ الشوربة هذه متاعنا، ننقعوها في على الأقل 5 دقائق في شوية ماء. أول حاجة نقوم بها احنا نقوم بنقع الشوربة هذه باش نغسلوها وننظفوها، نحضروها شوية ونصبوا لها شوية ماء. كما شفتوها لهنا هاكا منفخة في الماء، حطينا لها شوية ماء، نخلوها على الأقل 5 دقائق 10 دقائق، ومن بعد ننظفوها ونشوفوا كيفاش باش توا نشوفوا شنو باش نبداو أول حاجة نعملو بها. خاطر أنا من المستحسن ديما الطنجرة اللي يطلبوا مني الحاجات هذيا، اللي هم أكثرهم طلبة أو عزاب وحدهم، والكل يحبوا يتعلموا حاجات، نحاول نعطيهم طرق سهلة اللي ما تتعبهمش. يعني هذه الشوربة متاعنا نفخناها. تو احنا باش نقوموا بتحضير المكونات الكل مع بعضهم في الطنجرة. اول حاجة عنا باش ناخذ البصل نتاعنا نقصوه. هذا البصل نتاعنا انا حضرنا احنا راس بصل باش نقصوه ونحضروه في الطنجرة. كما شفتوا هذه الطنجرة بحدنا، يعني احنا باش نقص البصل جيد هكا بالطريقة هذه. اول حاجه هذه نعملوها هذا البصل نتاعنا كما شفتوا هنا، يعني نجم نستعمل اللوحه، نجم راس البصل نقصه بيدي مش مشكله، يعني ما يتطلبش برشا وقت وبرشا تعب. هذا راس البصل نتاعنا كملناه، وعنا الكرافس، يعني الكرافس هذيك نغسلوها نحضروها، والكرافس نعتمدوا على العواد نتاعها اكثر من الورق نتاعها. هذه الكرافس نتاعنا باش نقطعوها نفس الشيء. ثم ناس تحبها تخليها هكا طويله ومن بعد تنحيها كي تطيب الشوربه، انا نحب نقصها صغيره هكا كيما البصل. نحطها هي اول حاجه البصل والكرافس نتاعنا نحطوهم، هذوما حضرناهم في الطنجره، هذوما غسلناهم ونظفناهم، معناها يبدو نضاف وحاضرين ومغسولين، يعني مش باش نجيبوهم معناها من غير ما نظفوهم. هذا البصل والكرفس. توا باش نصبوا الزيت، شفتوا باش نصبوا شويه زيت مش برشا، ما نحبوهاش برشا زيت. هنا عندنا باش نحضروا نحطوا اللحم نتاعنا سوى دجاج ولا يعني شنو احنا محضرين. هذا احنا حضرنا صدر الدجاج كيما نحبوا، معناها نقصوه بالطريقه اللي تساعدنا، معناها القطع صغيره ولا كبيره، معناها خاطر هي شوربه ومن المستحسن يبدو القطع صغيره، باش معناها اللي ياخذ طريف شوربه يلقى طرف صغير في السوق نتاعو، معناها نجم نقصوهم هكا صغار بالطريقه هذه، كيما نجم نخلوهم كبار كل واحد حسب رغبته. هذه وجبه، بالنسبه للوجبه هذه معناها نتاع هاك الكيس الشوربه هذيك 6 اشخاص فيهم، يعني ديما انا عائلتي من 6 اشخاص ديما نعمل الوجبه نتاعي نتاع 6 اشخاص. هذا الدجاج نتاعنا حطيناه لهنا. توا احنا باش نكملوا الثوم نتاعنا، نكملوا الثوم نتاعنا نحطوه. الثوم نتاعنا زيدا باش نغفزو كي العادة، أنا نخير يعني نعملو كل شيء يدوي. أنا سبحان الله مرات واحد يبدا ما عندوش ماكينة باش يرحي، ما عندوش وقت، تبدا حبة صغيرة، يعني نحاولو نستعملو حاجات يدوية أكثر.
هذا الثوم حضرناه، هذه طنجرتنا. المعدنوس باش يقعد بالطبيعه هو اخر حاجه، كيف تطيب الشوربه نتاعنا باش نحطوا المعدنوس. تو باش نحطوا الحوارات نتاعنا. عندنا الطماطم باش نحطوا مغرفتين كيما شفتوا هنا، مغرفتين طماطم. باش نحطوا الفلفل، الفلفل كل واحد شي يحب، يحبها حاره يحط برشا، يحبهاش حاره يحط شويه. والحوارات عندها الملح ما نحطوش، يعني نخلوه الملح ديما اخر حاجه. نحطوا شويه كركم، نحط شوية تابل، تابل وكروية، ونحط الحمص نتاعنا. هذا اللي حضرناه، حمص منقوح، هذا كما شفتوه حضرناه. واحنا في الاثناء هذا شفتوه، هذه المكونات الكل كي حضرناها احنا حطينا ماء يسخن على الغاز، حطينا الماء نتاعنا يغلي على الغاز. هذه المكونات كي حضرناها باش نصب عليها بعد ما نضيفوا لها الدشيشه. تو باش نحضروا الدشيشه نتاعنا، نغسلوها ونحضروها ونصب عليها الماء سخون. تو باش نجيبوا الدشيشه نتاعنا ولا شوربه الشعير. تو هذو هما المكونات كل حضرناهم، اللي هما بصل وكرافس والحم والحمص نتاعها والطماطم والفلفل والحوارات. الملح ما حطيناش، حطينا شويه كركم. شفتوا الدشيشه قداش كي نفخناها الخمسة دقائق او العشرة دقائق قداش بذرت، معناها زادت الدشيشه هذيك الكميه صغيره ولا شوربه ولا حاجه كي تنفخ في الماء، يعني الكميه نتاعها تضيف اكثر يعني تزكى برشا. تو باش نحطوا هذه الدشيشه اللي غسلناها وصفيناها، معناها غسلناها مليح وصفيناها. تو باش نحطوها على الغاز، وحضرناها احنا في الاثناء ما سخون، يعني ما نحطوهاش هكاك على الغاز، باش نمشوا للغاز ونحطوا لها الماء السخون نتاعها. هذه الدشيشه نتاعنا كما شفتوها جبناها على الغاز، نحطوها على الغاز، يعني هندخل المكونات الكل في بعضهم، يعني ناخذوا على الاقل دقيقتين ولا ثلاثه اللي تسخن شويه وندخل المكونات الكل في بعضهم اللي عملناهم. هكا الشوربه او شوربه التفريك دخلت في وسط اللحم والفحات الكل، يعني سخنوا الكل مع بعضهم. كما شفتوا هنا عندنا الماء سخون، ماء سخون يغلي. نبدو محضرينه ديما، معناها الوجبه باش معناها واحد كي يطيب ويحب حاجه تجي بنينه ديما يضيف الماء سخون، ما يضيفش ماء بارد، هذه اللي تخلي الاكله بنينه. هذا الماء سخون نتاعنا كما شفتوها هكا يغلي. تو باش نصبوا انا الماء هذا، ما نقعدش معناها نقعد نستناها تتحرق لي تتقلى تشد لي من لوطة ولا حاجة، ديما ما يسخون يغلي ونصب عليها ونغطيها ونخليها. أما باش نضيفو لها برشا ماء، راهو ديما نسخنو لها الماء ونضيفو لها الماء، يعني الماء سخون ما نقصوش، نعاودو نعبو ونسخنو ونضيفو لين تطيب. والمعدنوس هذاك بالطبيعة باش تحط في الأخر كي تكمل الطيب، يضاف في الأخير المعدنوس. هذه توا شربتنا منفوحة حاضرة بكلافظها ببصلها بكلها، حطيناها باش تطيب، تتقلب على الأقل على نار هادية على الأقل ساعة. تو باش نغطوها ونخلوها تغلي على روحها، وديما نضيفو لها الماء. هذه الشربة نتاعنا كيما شفتوها حضرناها عندها ساعة تقريبا هي تطيب. بما أن أنا الشربة دياري، يعني مع مخدومة في الدار، يعني فيها الملح مفورة بالملح، ما استحقيتش باش نضيف لها ملح، يعني نلقى ملحها باهي. واللي يشروها من المحلات يمكن تبدا بلاش ملح يضيفوا لها الملح. كيما تشوفوها تبدا خاثره، معناها سوب حلوه، الحمص طايب متكونه كيما شفتوا. حطينا الدجاج والكلافس والمعدنوس والحمص وفوحناها، وحطينا الشوربه نتاعنا نفخناها شويه وغسلناها، وحطينا المكونات الكل وصبينا عليهم ماء يغلي سخون، وكل مره نضيفوا لهم شويه ما يغلي، كل مره نضيفوا لها شويه، يعني دوما ينشف الماء نضيفوا احنا ديما الماء سخون بحذانا. توا طابت شربتنا باش نضيفوا لها المعدنوس في الاخير، معناها المعدنوس اللي شفتوه قطعناه ونضيفوه في الاخر بالكل ونطفيوا النار. معناها المعدنوس نتاعنا هذا نضيفوه، معناها ما يغليش برشا المعدنوس، دوما نرموه ونطفوا النار
هذيك شربة الفريكة وشربة الشعيرة وشربة الشيشة، كل عندها تسميات عديدة. كما شفتوا توا ضفنا المعدنوس يزيدها لون آخر ونكهة أخرى، وجربوها. تنجموا تستعملوا معاها القارصة والحامض تاكلوها، وهي هذه أكلة شتوية وبنينة وإن شاء الله تعجبكم. هذه شربتنا هاي حضرت كما شفتوا طريقة التقديم. نحطوها في معناها بول معناها غارقة شوية، ونستعمل معاها الحامضة والقارص، معناها ومعناها وجبة غذية يعني، معناها غنية بكل شيء يعني، كافية فيها فيتامينات اللي نستحقوهم الكل، وكل شيء حاضر وطري وجديد معناها مش مصدر. وتاكلوا بالشفاء وإن شاء الله تعجبكم.